القرارات التحكيميه تمام، بس مش ده اللي احنا بنتكلم يا كابتن ايمن. احنا بنتكلم قرارات تحكيميه فنيه واداريه. زي ما قلت، مش انت مش جاي تطبق بس القانون، ولكن القانون على كل شيء. ومن اهم امور القانون هي ازاي تحافظ على الوقت بدل الضايع. لان الشوط الثاني كابتن هنا ادى 5 دقائق، انا شايف ان مش اقل من 13 دقيقه. صحيح. 13 كل مباراة دقيقه كده. صحيح. في الشوط الثاني يا جماعه، لا، لابد يكون في وقفه، الفار يحسب، جلاتنبرج يدي تعليمات، ولكن بصرف النظر عن النتيجه، كلام للكل، لكل الانديه كابتن بلال، الحق في بدل الوقت الضايع حق لكل الفرق. نتمنى ان من خلال قناه النادي الاهلي والحاله اللي انا جبتها، انا بهديها للخبير يبتدي يطور من اداء الحكام في ناحيه ازاي نحافظ على الوقت بدل الضايع. بشكرك كابتن ايمن، وده كانت اخر حلقه معانا. شكرا جزيلا كابتن نصر، شرفتنا.